هذا هو الطيران الحربي الذي يقصف مدينة كفرنبيل. الله أكبر. وبسبب سرعته الكبيرة هذه اللقطة التي استطعنا الحصول عليها، وها هي تلتف للقصف مرة أخرى. اللهم احمي أهلنا، اللهم احمي أهلنا يا رب يا رب. ها هي الطائرة MiG-21 التي تقصف كفرنبيل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.